أحد أهم وسائل النجاح المنسية والغائبة هي مسألة التفكير بطريقة مختلفة. يقولون في واحد غني جاب عيال الثلاثة وسألهم سؤال، قال لهم اللي يترس الغرفة يملأ الغرفة راح أعطيه قصري وخليه يتسجل باسمه. الأول راح ياب تراب، شاف تراب قم يحاول يترس الغرفة، الثاني شاف صناديق بدأ يكود، الثالث طفى الليت وأوقد شمعة فصار ضوء الشمعة يملأ الغرفة. طريقة التفكير بطريقة مختلفة وعدم الالتزام بعادات الناس في التفكير تعطيك فرصة كبيرة للنجاح، قد تدفع ثمنها ساعات لكن تحتاج أن تصبر حتى تجعل حياتك ويمكن حياة الناس اللي بعدك ومن حولك أفضل. من فرص النجاح حاول تفكر بطريقة مختلفة.